أمام صليب المسيح أقيم الاتصال بين السماء والأرض. شهر التوبة والغفران العبري. افتتاح كلية التمريض والعلوم الصحية بجامعة بيت لحم. الحب العظيم بشكل مذهل. أهلا بكم. احتفلت الكنيسة الفرنسيسكانية في القدس جنبا إلى جنب مع المجتمع المسيحي المحلي في 14 من سبتمبر بعيد رفع الصليب المقدس في كنيسة الجلجلة، المكان الذي صلب فيه يسوع. مراسلتنا حضرت الاحتفال. رمز الصليب جعل كل ركن من أركان الأرض مقدسا لقرون. تحتفل الكنيسة بعيد رفع الصليب المقدس، فماذا يعني هذا الاحتفال؟ La Chiesa non esalta la croce intesa come strumento di sofferenza, di morte, di ingiusta condanna, ma esalta la santa croce. الكنيسة لا ترفع الصليب كأداة ألم وموت وإدانة جائرة، لكنها تمجد الصليب المقدس، أي صليب يسوع، كأداة حية. يعلمنا القديس بولس أننا لا نستطيع أن نفتخر بأي شيء آخر غير صليب يسوع، لأنه من خلال تضحياته الطوعية على الصليب حررنا من عبودية الخطيئات والموت. من خلال تقديم حياتي على الصليب كشف لنا يسوع ملء محبة الآب، وبالوقوف تحت الصليب تعلم القديس يوحنا أن الله محبة كما يخبرنا في رسائله. تحت الصليب فهم قائد المئة أن يسوع هو ابن الله. في كل مرة نرفع أنظارنا نحو الصليب نحن مدعوون لتجديد إيماننا وفرحنا بالانتماء إلى الرب، مؤكدين بذهول حتى هذه اللحظة أحبني ربي، لقد بذل حياته من أجلي أنا الخاطئ الفقير. يمكن الاعتماد على حب يسوع فقط. وعلامات الآلام الباقية في جسده القائم من الموت هي شهادة دائمة على ذلك. Solo l'amore di Gesù è veramente affidabile. E i segni della passione che rimangono anche nel suo corpo risorto ne sono una testimonianza perenne. تربط ليتورجيا الكنيسة صليب يسوع بالحية التي رفعها موسى. È stato Gesù stesso a leggere il suo essere innalzato sulla croce in riferimento all'antico serpente, quel serpente che Mosè innalzò nel deserto per salvare gli israeliti dal veleno dei serpenti. كان يسوع نفسه هو الذي قرأ رفعه على الصليب بالإشارة إلى الحية القديمة التي رفعها موسى في الصحراء لإنقاذ بني إسرائيل من سم الثعابين، ومع ذلك فإنما أعطى الشفاء للناس الذين نسوا الله وأمانته لم يكن قطعة من البرونز بل الطاعة لأمر الرب. لقد أقيمت الأفعى على عمود. للنظر إلي كان من الضروري النظر إلى السماء نحو الله، متذكرين أن الحياة والخلاص يأتيان منه فقط. كم هو ملح بالنسبة لنا أيضا نحن الذين نعبر حبكات التاريخ الذي غالبا ما يتسم بالتعب والألم، أن نتذكر أن رجاءنا الوحيد يأتي من الخلاص الذي أعطاه الرب لنا على الصليب. الاحتفال بالصليب المقدس هو تذكير بأمانة الرب ومحبته. فقط الإيمان الغني بذكرى الأعمال العظيمة التي قام بها الرب من أجلنا يحررنا من إغراءات الخطيئة والافتراض بأننا أكفاء لأنفسنا. تجعل ليتورجيا الكنيسة أحداث خلاصنا حاضرة وحية. أسرار الكنيسة هي الأدوات الفعالة التي من خلالها تصل نعمة الله إلينا وتخلصنا. I sacramenti sono gli strumenti efficaci attraverso i quali la grazia di Dio ci raggiunge e ci salva. احتفلت الرهبنة الفرنسيسكانية في القدس مع المجتمع المسيحي المحلي بعيد رفع الصليب المقدس في 14 من أيلول على الجلجلة في كنيسة القيامة، أي في المكان الذي صلب فيه يسوع. ترأس الاحتفال الأب دو برومير جاستال نائب حارس الأراضي المقدسة، الذي أكد في عظته على أنه هنا أمام صليب يسوع يتم التواصل بين السماء والأرض، بين الله الذي يخلص الإنسان المحتاج إلى الخلاص. الاعتراف به كملك يعني قبل كل شيء الاعتراف به باعتباره الشخص الذي يرشدنا إلى الطريق،
يعني قبول كلمته يوما بعد يوم كمعيار صالح وفريد لحياتنا. بعد الاحتفال بسر الإفخارستية، شارك الجميع في الدورة التي مرت من أمام القبر المقدس لتصل أخيرا إلى المذبح المخصص للقاء مريم المجدلية بيسوع القائم من بين الأموات، حيث تم تكريم ذخائر الصليب من قبل المؤمنين. يذكر الأب دوبرومير ثلاثة جوانب مهمة لهذا الاحتفال. الجانب الأول هو المصلوب الذي يرحب بالجميع بذراعي المفتوحتين ويمدهما فوق الجميع، ثم في صمت الصليب بما أن يسوع تكلم قليلا على الصليب يلجأ إلى الجميع، إلى أولئك الذين لديهم الشجاعة لاتباعي والذين يؤكد لهم بأن هناك قوة يمكن أن يستمدوها من سر الصليب، للضعفاء، لأولئك الذين ما زالوا يواجهون صعوبات، أو لأولئك الذين ليس لديهم بعد الشجاعة لاتباع يسوع ويطلب منهم تجديد حياتهم. تحدث يسوع أيضا إلى أولئك الذين يستعدون للانتقال إلى الآب السماوي، فيسوع يرافقهم بمحبته بأمل أنه بعد المعاناة تأتي القيامة وبالتالي الوصول إلى الآب السماوي. كما أكد الأب دوبرومير التزام الجماعة الفرنسيسكانية بالصلاة في الأماكن المقدسة. Ogni giorno, giorno dopo giorno, bisogna attingere dal mistero della croce, la forza che può accompagnare. كل يوم يوما بعد يوم من الضروري أن نستخلص من سر الصليب القوة التي يمكن أن تصاحب أي شخص وخاصة أولئك الذين يعانون. الآن العالم تسحقه معاناة الوباء ومعاناة الوحدة. هنا محبة الله التي يمكن أن نسقيها من صليب المسيح تمنحنا القوة للتغلب على هذه اللحظات الصعبة واتباع رجائنا، وفي المستقبل أيضا أن نشعر بفرح الشفاء والتغيير. في شهر تشرين العبري شهدت القدس أقدس أعياد اليهود، ترتبط هذه الأعياد بالتوبة والتجديد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. في شهر سبتمبر الحالي الذي يصادف شهر تشرين العبري، تشهد القدس الاحتفالات الدينية الأكثر قدسية لدى اليهود، وتحمل هذه الأعياد معاني التوبة والتجدد، وتبدأ الاستعدادات لها عمليا في شهر أيلول العبري. يوصلوا لرأس السنة عشان يفوتوا سنة جديدة وبتهم يكونوا نضاف من كل هاي الخطايا، وبفوتوا بالاحتفال الكبير عشان بيطلب من الله أن يبارك هاي السنة. بقول له شنا توفا، سنة مباركة، سنة طيبة، ومرتبط كمان بالفكرة أن هاي السنة تكون سنة حلوة. وعشان هيك بتناولوا كتير يهود كمان التفاحة مع الأصل. ووفقا للتقليد اليهودي، فإن في هذا اليوم بدأ الله بخلق العالم. اليهود بيعتبروا هذه السنة الجديدة سنة 5782، لكن هاي التقليد والتقليد بس كتير جميل إن في عيد لخلق العالم. ومن تقاليد هذا العيد النفخ بالبوق. فصل السادس بسفر يشوع في النفح بالبوق لما بتوفوا ريحة. البوق رمز للحرب، وهون في حرب ديني، جهاد داخلي عشان نغلب الخطية. وليس صدفة أن البوق مصنوع من قرن كبش، فهو يرمز إلى كبش الفداء الذي هيأه الله لأبينا إبراهيم عندما امتثل لأمر ربه وهم بذبح ابنه إسحاق. وقد حدثت أضحية إسحاق حسب التقاليد اليهودية في رأس السنة العبرية. إبراهيم هو رمز إلنا كمسيحيين ولليهود كرجل الإيمان، ومراجعة قصة إبراهيم بقوي الطلب أن إحنا نكون مثله، مؤمن بعلاقة وطيدة مع الله.
ومن تقاليد العيد وطقوس التوبة أيضا إلقاء قطع من الخبز في الماء رمزا لإلقاء الخطايا فيها. احنا بنعرف كمان من العماد احنا بنروح على الماء عشان نكون نفوت بالماء نتغسل من الخطايا وبنرجع نكون طاهرين، نفس الشيء اليهود. وبحسب التقليد اليهودي فإن رأس السنة العبرية هو يوم الدين الذي يحاكم الإنسان فيه عن السنة الماضية. بيوم رأس السنة في تسجيل لمصير كل إنسان بكتاب الحياة أو بكتاب الموت، يعني معناته مصيره خلال هذه السنة. ولكن بيوم الغفران الله بيمضي على هذا. لذلك فإن يوم الغفران كيبور هو قمة الفترة التي بدأت في شهر إيلول العبري مرورا برأس السنة لطلب المغفرة بالصوم والصلوات المكثفة. عشان في التقليد اللي بقول في هذا اليوم ممكن يغيروا التسجيل، إذا تسجلوا بكتاب الموت ممكن من خلال الصوم والصلاة وأكيد أعمال الخير ممكن يغيروا هذا التسجيل. ويبدأ الصيام قبيل غروب الشمس اليوم التاسع من تشرين حتى غروب اليوم التالي، أي نحو 25 ساعة يصوم اليهود خلالها عن تناول الطعام والشراب والجماع وارتداء أحذية جلدية، ويرتدي الصائمون عادة ثيابا بيضاء لأنها ترمز إلى الأكفان كتذكير بأن الحياة في هذا العالم مؤقتة، وبحسب تقليد آخر يمثل اللون الأبيض الرغبة في التشبه بنقاء وطهارة الملائكة. وتتوقف في هذا اليوم محطات الراديو والتلفزيون الحكومية عن بث برامجها لمدة 30 ساعة، كما وتتوقف حركة المواصلات تماما. العيد الذي يلي يوم الغفران هو عيد المظال سوكوت، ويحل الأسبوع القادم. افتتحت جامعة بيت لحم المبنى الذي أطلق عليه اسم الكاردينال جون باتريك فولي، والذي سيضم كلية التمريض والعلوم الصحية طارق أحمد جفالي. كاميرا المركز المسيحي للإعلام التقطت صور الافتتاح. مواكبة للحداثة والتطور العلمي، احتفلت جامعة بيت لحم في 6 أيلول بافتتاح مبنى الكاردينال جون باتريك فولي كلية طارق أحمد الجفالي للتمريض والعلوم الصحية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ممثلا عن رئيس الوزراء محمد شتية ومحافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد، والقاصد الرسول الجديد في القدس وفلسطين الرئيس الأعلى لجامعة بيت لحم المونسنيور أدولفو تيتو إيلانا، والمطران بولس ماركوتسو من بطريركية اللاتين، وعدد من الشخصيات الاعتبارية. خريجين جامعة بيت لحم في التمريض بالذات هم على مستوى عالي، أثبتوا كفاءتهم في سائر المؤسسات الصحية في الوطن، ونحن اليوم نفتتح هذا الصرح وهذا المبنى لكلية التمريض والعلوم الصحية ليكون شاهداً على أن هذه الجامعة الشامخة تتألق بكلية التمريض والعلوم الصحية فيها. وأوضح الوزير أبو مويس أن نسبة الممرضين في فلسطين هي أقل مما توصي به منظمة الصحة العالمية، بحيث تبلغ 1.7 ممرض لكل 1000 مواطن، بينما النسبة الموصى بها هي 3.6. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن العالم سيكون بحاجة إلى 9 ملايين أخرى من العاملين في مجالي التمريض والقبالة بحلول عام 2030. يضم المبنى الجديد المكون من 5 طوابق مختبرات وعيادات ومركز المحاكاة السريرية، وهو مركز فريد من نوعه في فلسطين. الهدف من إنشاء هذه العيادات اللي هو مشان إحنا نكسر الفجوة ما بين ما بتعلم الطالب نظري وما بين ما بتطبق على أرض الواقع، والشغلة الثانية إنه إحنا بدنا قديش ندمج المجتمع المحلي بالمساقات من خلال المساقات اللي إحنا مندرسها في كلية التمريض. مساهمة منا في الكلية إلى رفع الوعي الصحي في منطقة بيت لحم، خاصة المناطق المهمشة الريفية البدوية. نحن نفتح مبنانا الجديد لكلية التمريض، شيء كثير رح حلو وكيد رح يساعدنا نكون بروفيشنال أكثر لأنه في شغلات كثير متطورة فيه.
وأعرب نائب الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور بيتر براي عن شكره وامتنانه لجميع من ساهموا في تمويل هذا البناء. وتعتبر جمعية فرسان القبر المقدس والدكتورة سعاد الحسين الجفالي من الداعمين الأساسيين لهذا المشروع. وفي ختام الحفل قام القاصد الرسولي المونسنيور أدولفو تيتو إيلانا بمباركة المبنى، ثم شاركه الوزير أبو مويس ومحافظ بيت لحم ونائب الرئيس الأعلى للجامعة بقص شريط الافتتاح، ثم قام الحضور بجولة للاطلاع على محتويات طوابق المبنى. أنا منفعل إزاء الطلاب وأتمنى لهم التوفيق باستخدامهم هذه المرافق والخدمات ليصبحوا ممرضين محترفين حقيقيين وليكونوا قادرين على خدمة الشعب الفلسطيني. الحب غير العادي هو موضوع حوار مع الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة حول جروحات القديس فرانسيس، ويحتفل بهذا العيد في 17 من سبتمبر. تحتفل الكنيسة والعالم الفرنسيسكاني في 17 من أيلول بعيد انطباع جروحات الرب يسوع في جسد القديس فرانسيس. حب كبير عظيم هو موضوع الحوار مع الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة حول جروحات القديس فرانسيس. Le stimmate sono le piaghe di Gesù. San Francesco le riceve sul Monte della Verna. الجروحات هي جروح يسوع التي ينالها القديس فرانسيس في جبل لافيرنا. يقول المؤرخون إن ذلك كان مع اقتراب عيد رفع الصليب المقدس في الليلة بين 13 و 14 من أيلول. ما ينال القديس فرانسيس ليس مجرد علامات لإعلام يسوع، ولكن وفقا للمؤرخين ولمجموعة الشهود الأوائل بمن فيهم الأخ إيليا الذي كتب بعد وفاة فرانسيس مباشرة رسالة ليشهد على معجزة انطباع الجروحات في يدي وقدمي القديس فرانسيس، تتشكل آثار المسامير ورأسها أسود غامق ويمكن رؤية المسمار المثبت. بالإضافة إلى يدي وقدمي، يبدأ القديس فرانسيس في الحصول على هذا الجرح النازف بشكل دوري في جنبه. San Francesco poi comincia ad avere questa ferita al costato che periodicamente sanguina. E infatti uno degli autori, San Bonaventura. يقول المؤرخ القديس بونافنتورا والذي يقوم أيضا بتأمل اللاهوت في الجروحات إنه عندما نزل فرانسيس من جبل لافيرنا جلب معه صورة المسيح المصلوب غير المنحوتة أو المرسومة بيد الإنسان أو على أي طاولة خشبية أو حجرية. إنما رسمها الله الحي بإصبعه في جسده. إصبع الله الحي هي الروح القدس. Dipinta nella sua carne dal dito del Dio vivente. Il dito del Dio vivente è lo Spirito Santo. E non dimentichiamo mai che quello che appare a San Francesco sulla Verna è un serafino bellissimo e crocifisso. Quindi è una دعونا لا ننسى أبدا أن ما يظهر للقديس فرانسيس في لافيرنا هو سرافيم جميل ومصلوب، وبالتالي حقيقة الله الذي يظهر في جماله وإشراقه وتجاوزه في جعل نفسه قريبا منا. ونقول مع القديس بولس الخادم المطيع حتى موته، الموت على الصليب. أو إذا أردنا أن نسلك الطريق العكسي فهو صليب يوضح لنا أنه خلف الصليب يوجد السرافيم. خلف الصليب هناك تحول الإنسان إلى النور، إلى النار، إلى الجمال. يمكننا أن نقترب من الله إلى الصليب، ويمكننا أيضاً أن نرى ما يجعلنا الصليب نختبره من خلال إسقاطنا في حياة الله ذاته. Bellezza. E quindi possiamo vedere sia l'avvicinarsi di Dio fino alla croce, ma possiamo vedere anche quello che la croce ci fa sperimentare. proiettandoci nella vita stessa di Dio. لافيرنا هي أحد أهم مزارات الفرنسيسكان على وجه التحديد، لأنها تحمل ذكرى الجروحات، وتمكننا من السماح لأنفسنا بأن نتحول من خلال كل هذا لنتشبه بيسوع، أي أننا نتعلم ألا نكون بعد الآن نرجسيين نبحث عن صورتنا الخاصة في المرآة،
ولكننا نتعلم أن نكون تلاميذ يحاولون أن يعكسوا أنفسهم في يسوع، في يسوع المصلوب، في يسوع الذي يعطي الحياة من أجلنا، والذي هو أيضا يسوع القائم من بين الأموات الذي يقودنا إلى عيش حياة الله ذاتها. نتمنى عيد انطباع جروحات سعيد للجميع. البرنامج الكامل متاح على الموقع الإلكتروني للمركز المسيحي للإعلام Christian Media Center. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام نشراتنا الإخبارية قدمناها لكم من الأرض المقدسة. لكم أطيب المنى من فريق العمل، وإلى اللقاء. المجد ليسوع المسيح.